نمشي بليد الاخرى ديال لي السلام بليد الثانيه بخير وعلى خير ان شاء الله. ولقاكم هذا الفيديو في اتم الصحه والعافيه يا ربي. ونطلب من الله منكم سيد ربي يشافي جميع مرضانا ومرضى المسلمين، واي واحد دخلوا شاف هذا الفيديو بغيتكم تبارطاجوه قبل ما تبداو هذا الفيديو. الله يكرمكم ديروا البصيمات وتبارطاجوه. القلوب الرحيمه اليوم كنناشد الناس الطيبين اللي عندي في القناه، وكنناشد المحسنين ديال العالم امينه، والمحسنين اللي كاينين في انحاء العالم داخل ارض الوطن وخارج ارض الوطن. اليوم انا كندق بابكم، الله يجازيكم بخير، ما تردوهاش في وجهنا، وما تبخلوش علينا بالبارطاج، وما تبخلوش علينا بالتعاليق، وما تبخلوش علينا بالكلام الطيب، وما تبخلوش علينا باي حاجه عرفتوها تساعد ولو بديك البصيمه انه يشوفوا ناس هذا الفيديو. ما تبخلوش على روسكم من هذه الحسنه، الله يجازيكم بخير. اليوم انا عند الاخت فاطمه، طلبت مني باش نجي نصور معاها واحد الفيديو كما شفتوا. عالم امينه، راه انا ما كنبخل حتى على شي واحد شي حاجه. الحاجه اللي قدرت في المستطاع ديالي كنديرها، واللي ما قدرتش كنفوض الامر لله وليكم. الله يجازيكم بخير. عندك يكون الضوء دارك صبيعاتك اللي عندو حاطه الكاميرا. الاخوات والاخوان الناس الطيبين، الله يجازيكم بخير. اليوم كنناشدكم باسم الاخت فاطمه، عندها البنيه هانتوما كما كتشوفوا، راه عندها إعاقة، عندها تقيبات في القلب، عندها مشاكل في التنفس. هانتوما راني جيت اليوم عندها الأخت فاطمة تكلمي مع الناس. السلام عليكم أخويا الأخوة والإخوان، السلام عليكم. سيري كملي، ماشي مشكل. كنسلم عليكم كاملين، كاملين كلشي بخير. أنا كتشوفو هاد البنية، سيري كملي. أمريضة مسكينة، دابا عندها الوديوات وعندها القلب، هي كتمرض بزاف. ملي كتمرض يعني ما كتعرفش دير ليها، ملي كيكون هاد الجو ديال البرد ودوك دوكا من هي مريضة تقيبات في القلب، وهاد ملي كيكون داك يعني كملي كملي تلقاها على راحتها هي تلقاها. ملي كتمرض ليا دابا بهاد الجو ديال البرد بزاف كتعاني معاها، فهمتي؟ دايما هي وهي عندها عامين ونص دابا، ومع سميتو دي مشينا للسبيطار. ما كتجيش في الوزن، الوزن ديالها يلاه عندها 6 كيلو. كنمشي للسبيطار فيما مشيت كيردو يعني حتى حد ما عاونك. ملي بدا دوك كنتبع الفيديوهات، ملي شفت القلب عندها، القلب مريض، عندها شي طيبات في القلب. اخوان بان سميتها هي البنيه ايه، راه عندها جوج تقيبات في القلب اللي كما تشوفوا، راه الدوسي ديالها هو هذا، راه متبع عليها عند الاطباء، ولكن ما لقاش مازال الجمعيه ولا شي محسن اللي غادي يعاونها، ولا شي جمعيه اللي غادي تدفع الملف ديالها لشي طبيب اللي مختص باش غادي يعيط ليها. فين ما مشات، الا مشات البنت مخنوقه، كيوحلو حتى في الدواء اللي غادي يعطوها، كيقول لها من الدواء اللي كتعطي للبنت، حيت ما يمكنش يجيو يعطوها واحد الدواء اللي هي عندها واحد جوج تقيبات في القلب. كتخنق ملي كتبكي ليا، كتخنق تتغيب، كتبقى مريضه مده 15 يوم. داك الكحاله حيت فاقت من الناس، ما زدتش كتخنق ليا، هي زرق لها الفم صافي، كتلقاي ما ديري ليها والله العظيم ولا ما كتبدش. شوفي حالتها كي دايره صافي، كانت دايما شحال عندها دابا في 60 راه عندها عامين و 10 شهور غادي تعاود ضعيفه، كتقولي شافها حالتها كي وضعيفه بزاف الوزن. وقفوا وقفوا حبيبتي، وقفوا صافي حبيبتي، لا زوينه لا بنتي لا. شوفي 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 قبل ما
شي ما كتلقاش شي حد اللي يوقف معاك يقول لك تيجي شي جمعيه تيجي شي محسن يعاونك ما كتلقاش شي صافي يلاه صافي حبيبتي صافي يلاه صافي 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 اريلا اريلا جيبي لها بيمو اريلا جيبي القريشات جيبي القريشات اللي كاينين ما عندي باش نخلصهم كنطلبوا لها حتى حي 20000 شي درتو في السبيطار تعرف واش شحال هذا تاب الفلوس حتى حد ما بايع مشيت واحد الجمعيه في شاوة قالت لي نعاونك خاصك تعطيني 20000 قلت لها انا جايه باش تعاونيني وانت قلتي لي 10000 عاود رجعت الدكتوره تاع الفلوس كان جو مراكش ديما سيرو خلي الاخ يتكلم على نفسه وعلى الحاله ديالته الاجتماعيه ايوا كنطلبوا من الله من المحسنين باش يعاونوا لا بزاف ارفع صوتك شويه باش يسمعوك الناس كنطلبوا من الله المؤمنين المحسنين باش يعاونوا الناس هاي هاي قلبي خليجه عندها قيمة في القلب واحنا انتبهنا ليها ودرتها في الشيطان ومازال ما داروا معنا حتى شي حاجة كنت بقول لها من جلالة الملك الله ينصرو باش يعاونوا هي وحنا راه ما كرهنا ليها حتى شي حاجة الله يريد ديما كتمرض قدامك ديما الخدمة الخدمة أنا كنخدم غير تاع مع شوية القهوة صافي ما عندكش شي عمل اللي هو لا لا ما عنديش شي عمل شي مدخول ولا شي ماندا ولا لا لا غير كنخدم غير يا الى الانسان الى دخلتي في النهار دخل يلا الدراري 600 ولا 800 ولا شي اللي كاين في تما بين 800 كاع حتى هو الدراري الاول ما والله عادي ما عرفتيوش عندك ربعة الوليدات ثلاثة البنيات بآية الله يخليها لك يا سيدي ربي الاخوان والمتتبعين ديولي ايا راه ماشي كتعاني غير من المشكله ديال التقيبات في القلب كتعاني من المشكله ديال اليدين راه ديما ترى كنخدم على الوديوات ولكن ملي كنلقاو القلب اليدين والسلسول ديال الظهر حتى هو راه يدك على الميكا خديجه ما غاديش والسلسول ديال الظهر حتى هو عندها فيه مشكله راه ما كتجلسش بزاف ما خصهاش تجلس بزاف كتحرض بزاف ما خصهاش تجلس بزاف ما خصهاش تعوط بزاف ما خصهاش يضربها البرد ما خصهاش راه دابا بينا غير نقصوا التريكو باش غادي يبان لكم الحاله ولكن يضربها البرد يعني خاصها ديما في واحد الجو اللي هو كيكون دافي معتاد عاد واش لا شي حاجه يضربها البرد هذيك كتخنق ليك دائما الحال حتى صافي كيتشد لا القلب ما تلاش تقف ولا تعاد فهمتيني تحرم ما تلاش تاكل ما تلاش والو صافي بقى ناعسه كنت بديت عند واحد تنخدا مرة قالت ما تقدرش تعيش تقدر من 5 سنين قالت لي الا كلاتها شي مكرب يقدر يقتلها فهمتيني داك الشيء مكرب دابا راه كلاتها شي حاجه كنقول لها شي حبوب في ظهرها ولا شي حبوب في الجليده هذيك هي واش بغيت يعني لا اله الا الله ديري طاقه الخير والله انتم كما كتسمعوا المتتبعين بان الطبيب قال لها البنيه ما خصهاش شي ميكروب ولا شي حاجه تقاس بها ما تقدرش تعيش اكثر من 5 سنين الا قاسها شي ميكروب وما درتوش ليها هذه العمليه العمليه اللي خصها دار لها هي واحد الخاتم القلب دوك ضعيفه قالت ما عرفوا عندها 10 كيلو في الوزن كدير دير عمليه ديال القلب دوك دير عمليه غديرها وفي بنتي ما تبقايش تجري الله يرضى عليك واش تسمع الصوت كملي خاصها دير الا دير واحد الخاتم تلبسها للقلب يعني ما تقدرش تخيط القلب يعني عندها 6 كيلو في الوزن ديالها ما وزناش داك الوزن لما وزنت 10 كيلو كدات العمليه ديال تخيط القلب ما تقدرش تخيطها حيت وزنها ضعيفه بزاف خاصها تزاد شويه يعني بقى خاصها دير هذيك العمليه اقرب اقرب وقت فهمتي اقرب وقت اجي لي قرب ليا عندي باش تشوف باش يشوفوا ليديات بحالها البنيه هانتوما الاخوان اي ديري خالتك باي باي ديري باي باي دير باي باي دير باي باي ايا دير باي باي ليهم دير باي باي بهاي دير باي باي ديري 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 السلام ديري السلام هانتوما شوفوا بحالاش ليديا هانتوما هاد اليد راه دابا ناقصه ليها فيها صبيع هاد اليد عندها فيها غير ربيعه الصبيعات دابا راه كتشد بحكا كلشي من القلب قال ويدياتها راه مرخيين هاد هانتوما ليديا راه مرخيه هنا هانتوما ها عندها هاد البلي هاد جوج صبيعات هما باش كتشد باش كتاكل هاد الجوج هنا ناقص عندها واحد الصبيع هانتوما هذا ميت دابا غير واحد الجليده اللي شاده ولله في خلقه شؤون نطلبوا من الله تعالى والقلوب الرحيمه يكونوا معاكم يا ربي ويوقفوا معاكم شحال واحد كنطلبوا يوقف معنا ولكن كلشي كيتجاهلنا ما كيحيي فينا شحال واحد طلبنا ورينا الوراق وكلشي وما حارش فينا داكشي كيخليك يعني كنطلب الله ديما كنطلب الله الله يسهل الله يا ربي احنا كندقوا بحال مرض الله العظيم كنقول باي حناش نديروا لا هي تموت قدامنا هي ديما طايحه قدامنا في الوقت اللي شي ماكله ولا شي حاجه
تدلك شاي على داك الشيء وتنوضي والله العظيم حاجه كتكح حتى تبوعت الوالد صافي كيما دير ايوا واش بيدير الله يدير تاوي مشيت لمراكش كيرد شنو قلتي لي في قبيله فاش كنا جالسين قلتي لي كان الناس اللي كان يكونوا شويه ممسك عليهم الله اليوم كتصيفط لي انا في الواتساب هادشي ديالها ما كيحيرش فينا كنصيفط التصويره ديالها ما كيحيرش فيه ما كي صحابو بقى راه كتكذبوا ولا شحال وانت راه كتشوف كي كتعيش هي بيتها شي حد يعاونك في العمليه ولا شحال يحس بيك ولا ما كيحيرش فيك يعني بنادم لاباس عليه والو ما كيحير في هذاك الشيء ما يديه ما كاع ما كيسول حتى على واش كيدير راه هذا فضل الله ياتيه من يشاء راه الله سبحانه الى حب العبد كيبتليه والخير راه ماشي ساهل راه كتحمد الله وكيبقى فيك هي اللي كتعذب بزاف هذيك الكحه مسكينه كتبقى صح واخا شربت دوزت عينها كتحيد فوق قالك خاص الدوم ما تشربش اي دواء حيت انت كيضرها نطلبوا من الله تعالى يسكن قلوب رحيمه والناس الطيبين يوقفوا معاك اختي ونطلب من الله تعالى ومن المحسنين يبارطاجوا اللي قدر اللي ما قدرش غير البارطاج غير البارطاج لعله خير حنا ما حاطين هذا الفيديو لا الله السيده خالتي واحد جارتي كانت هي الساده خالتي رقوش خالتي كلتهم كنتمنوا تكون يعني داك الشيء كمان انا السيده ما عرفتهاش وكنتمنى والله يكون علينا فاتح خير يا ربي يا ربي امين يا ربي حنا انت دقيتي بابي وانا كندق باب المحسنين والمحسنين كندقوا باب الله كاملين نطلبوا من الله تعالى يفتح علينا وعليكم الفتح المبين الله كتكون انت ما حست بشي حاجه وكيفتح لك الله يعني الله لو بغاش حاجه كتقدر وقل اذا قال الشيء اكون فيكم يعني احنا غادي نحط عين ما تسين حتى نتوقع الناس اخرين ولكن ما حاروش فيه فهمتيني انا ما في يديش ولكن اللي في يدي اللي في يدي هي هاد القناه كنساعد بها قدر المستطاع انا اللي قدرني عليه الله هي واحد الحاجه بسيطه نقدر نديرها معاك حويجات بحال هكا ولا شي لا كان شي محسن كانت شي معاونه هكا نقولها لك ايه الا كان شي طبيب وهاد الشيء انا نبارطاجي القناه ونطلبوا من الله تعالى العفو والعافيه والناس الطيبين يا ربي يا ارحم الراحمين يمكن تملوا النمره ديالتكم قول زكاع فهاد انت جلسي باش ما يدير لنا الصوت قول النمره ديالك باش يسمعوها الناس 06 70 32 67 67 62 67 67 67 هذه هي النمره ديال الاخ الاسم النمره ديال صديق عمي الاسم ديال الاب ديال البنيه هذه هي النمره ديالو راه غادي نحطها لكم في الشاشه اللي بغى يتواصل معاه راه نحط لكم نمرته اللي قدرتو اللي عنده شي خبره عنده شي عارف شي طبيب عارف شي محسن اللي يقدر يلبي لهاد الناس الطلب الله يجازيكم بخير ما تبخلوش عليهم ونطلبوا من الله تعالى يكون خير باذن الله لعله خير ما تضيعش هاد البنيه تنقد فوضنا الامر لله ثم اي واحد ما يبخلش على هاد البنيه ويخليها ترجع البسمه ليها ولوالديها والطمئنان وهذا ونطلبوا من الله تعالى يفتح ابواب الخير يا ربي يا ارحم الراحمين الله يجازيكم بخير والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.